السلام عليكم. اليوم بدي اطبخ شعري. فجبت هاف من يعني دكان امام بيتي, وجاي زي ما تشوفوا طلع جلوف. هسا عم بل لبست اشي احمر عشان شعري طويل. هاد دهان تحت الشعر, دهان تحت الشعر. فعم بحاول افضي كله عشان دفعت 11 دنانير, و 11 دنانير يعني هو كتير غالي. فهسه زي ما عم بتشوفوا بلشت اصبغ شعري, عم بحط هديك. بس انا فكرت الدهان رح يطلع انه اسود, بس كان يعني كان اصفر. ففكرت انه كيف رح يصبغ شعري هذا الدهان الاصفر. بس زي ما رح يشوفوا, زي ما رح تشوفوا هسه الشعر بتغير لونه لحاله. نعم هسه شايف الشعر غير لونه. هسه خلصت هديك الجزء. فهو يعني كان كتير معاجب بايش اللي طلع, فهو بلش بجزء تاني. طلع شوي انه بوجهه, ف بمحي الدهان عشان بديش اصبغ جلدي الاسود. وكملت بقى. وهذا الكليب انا حطيته عشان انه كان وجهي انه حلو بهذا الكليب وافق. بعده يعني كان في باقي يعني كان في ضايل شوي, ف انه قررت اصبغ حاجب العين. بس يعني طلع حلو, يعني كان اسود, ف ما صار اشي. بس كنت بدي اضيع شوي وقت. فهيك زي ما عم بتشوفوا خلص الصبغه, بس عم بتفلسف. Hey Siri, can you turn on YouTube? You'll need to unlock your iPhone first. Okay, زي ما عم بتشوفوا هون أنا خلصت الصبغة, بس كنت بدي يعني أتفلسف شوي. ف هيو Oh.
How many things? Because all the things are like this.